وجود تكفيريين أجانب تم حجزهم في قطر وإرسالهم عبر تركيا بطرق غير شرعية إلى سوريا لم يعد طي الكتمان. والجديد مجاهرة حركة طالبان إقامة معسكرات تدريبية في سوريا، متوعدين كل السوريين بإقامة حدود الله كما يزعمون دون رحمة أو رافة. بناء على طلب ممن يسمون ويدعون أنهم أصدقاء لسوريا من عربان ومتعثمين جدد، ممن يجندون ويدربون ويمولون صبيانا مرتزقة ويرسلونهم لسفك مزيد من الدماء السورية البريئة، تكفيريون من تنظيم حركة طالبان باكستان المتطرف يعلنون إقامة معسكرات تدريبية في سوريا، متوعدين كل السوريين بإقامة حدود الله كما يزعمون دون رحمة أو رأفة. من هنا، من أرض الجهاد، أرض الرباط، بلاد الشام، بلاد المحشر والمنشر، نقول لهم بأن حركة طالبان الإسلامية موجودة على كل شبر أرض احتلت من قبل ملل الكفر، فوالله وتالله وبالله لن ينعموا بالأمن والأمان، ولن تنعم نساؤهم وشيوخهم بالأمن حتى ينعم أطفال المسلمين ونقيم شرع الله في الأرض ونرفع راية التوحيد. وهذا النداء إلى كل من سولت له نفسه بالعمالة من أبناء جلدتنا، سوف نقيم عليه حد الله ولن تأخذنا به رافة ولا رحمة، والله على ما نقول شهيد. طبعا هذا الإعلان ليس بجديد، فهو يتقاطع مع الكثير من التقارير الدولية والمعلومات والوثائق التي كنا قدمناها عن وجود تكفيريين من باكستان وليبيا وأفغانستان وتونس تم حجدهم في قطر وإرسالهم عبر تركيا بطرق غير شرعية إلى سوريا. ولا ننسى مجاهرة أبو محمد الجولاني بإعلان نفير عام والاتجاه للقتال في سوريا. إننا نعلن نفيرا عاما لأبناء الجبهة خاصة ولأهل الجهاد عامة في أرض الشام، أن تشعلوها على عدوكم نارا ولا تفوتوها عليهم سلاما، فقم يا ابن الجهاد وجرد حسامك يا فتى، وانزل بساح الوغى واحمل راية العز، وضربا بالسيوف ورميا بالرماح ورشقا بالنبال ووجئا بالخناجر والحراب، شد عزيمتك وعد عدتك وامض على بركة الله، لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة، أروهم غضبتكم يا أسود الجبهة، أروهم سيوفكم يا أسود الشرقية، ألا فلتكن تلك الدماء الجاريات دماءهم، ألا فلتكن تلك الدماء الجاريات دماءهم، ألا فلتكن تلك الدماء الجاريات دماءهم. إذن من يدعون صداقة سوريا لم يوفروا وسيلة أو أداة إلا وزجوا بها في حربهم التكالبية على قلعة الصمود والكبرياء التي استعصت على أزلامهم وعملائهم وتحطمت أحلامهم تحت أقدام جيشنا العربي السوري.